أمريكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سندرس المحاضرة 15 من امتحان التوبيك 1، والآن سأفسر لكم أو سأقدم لكم معلومات حول ملخص هذه المحاضرة وماذا سندرس فيها. في بالنسبة للاستماع في البداية تكي، سندرس كيف نختار الإجابة المناسبة للسؤال باستخدام إييو أنييو بالإيجاب والنفي، إيسويو أوبسويو يوجد ولا يوجد، ومانايو كثير. وثانيا سنستخدم صيغة الإتقان لمهارة معينة مثل تارادا وتالمتدا، ألدا ومردا، يعرف ولا يعرف. ثالثا سنتعرف على أدوات الاستفهام واختيار الإجابة المناسبة حسب هذه الأداة مثل أونجي، أودي، دوكوران، أوتي وبيوشي. أما بالنسبة للقراءة إلكي، فسندرس اليوم أولا كيف نختار موضوع الجملة أو النص من المعلومات المذكورة في السؤال، وثانيا نتعلم كيفية التعريف عن الجنسية أو البلد مثل هانجوك سرم أو إيجبت سرم، وثلاثة نستخدم نفي الفعل مثل جي أنتا، ورابعا نستخدم بي باستخدام المواصلات مثل بيهنجيرو كدا أو بسرو كدا، وأخيرا سنستخدم صيغة الاحترام من كلمة اشترى للتمييز بينها وبين اشترى، وهي سدا وساجودا وساتريدا، اشترى واشترى لي. بوكي 공책이에요. إذن لنبدأ معا بالاستماع. بالنسبة للاستماع فسنبدأ أولا بمثال بوغي. المثال 공책이에요. 공책이에요. القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا إييو أو إييو، إييو أو إييو. ثانيا إيغا إيسويو، إيغا أوبسويو. ثلاثة إيغا سايو رخيص، وبيستايو غالي، كويو كبير، تاغايو صغير. أما بالنسبة للكلمات المذكورة في السؤال فلدينا كلمة كونتك دفتر، كدا كبير، تاكتا صغير، بيستادا غالي، سادا رخيص، إتا أوبتا يوجد ولا يوجد، إيدا وأنيدا، ني وأنيو. هذه كلمات السؤال، ولنشاهد بعض الأمثلة أو نقرأ بعض الأمثلة. 친구예요. 네, 친구예요. 남, هذا صديقي أو صديقي. 아니요, 친구 아니에요. المثال الثاني 책이 없어요. 알 يوجد كتاب. 네, 책이 없어요. النفي الإجابة بالإيجاب، السؤال والجواب نفس الشيء كما نقول دائما. 네, 책이 없어요. 아니요, 책이 있어요. عندما يكون الإجابة نفي يجب أن يكون الجواب عكس السؤال. السؤال أوبسويو، إذن الجواب إيسويو. ثلاثة أوشي بيسايو. ني أوشي بيسايو، نعم الثياب غالية. الإجابة بالإيجاب، السؤال والجواب نفس الشيء. أنيو لا أوشي سايو، العكس، النفي الإجابة يجب أن تكون العكس، لا رخيص. إذن جواب السؤال 공책이에요، هذا دفتر، دفتر. 네, 공책이에요. نعم هذا دفتر. إذن جواب واحد. 1번. 사람이 많아요. ننتقل إلى رقم واحد من الاستماع. 1번. 사람이 많아요. القواعد المذكورة في السؤال 이가 많다، 많아요 كثير، 이가 좋다 جيد، 나쁘다 سيء، و 이가 있어요 없어요 يوجد ولا يوجد. أما بالنسبة للكلمات المذكورة في السؤال 사람 شخص، 많다 كثير، 좋다 جيد، 나쁘다 ليس جيد أو سيء، 있다 없다 يوجد ولا يوجد. نقرأ الأمثلة 친구가 많아요. 친구가 많아요. هل يوجد أصدقاء كثر أو هل عندك أصدقاء كثر؟ 네, 친구가 많아요. الإجابة بالإجاب، السؤال والجواب نفس الشيء. 아니요, 친구가 없어요. لا، ليس عندي أصدقاء. السؤال الثاني أو المثال الثاني 한국이 좋아요. 네, 한국이 좋아요. نعم، الإجابة بالإجاب نفس الشيء. 아니요, 한국이 안 좋아요. لا، كوريا ليست جيدة. الإجابة بالنفي.
المثال الثالث 약속이 있어요. 약속이 있어요. 네, 약속이 있어요. 나암, 앤디 모아드. 아니요, 약속이 없어요. 라, 레이사 앤디 모아드. وبالعودة إلى السؤال 사람이 많아요. الإجابة 네, 사람이 많아요. 이스난, 나암, 호나카 아쉬카스, 케피린. 이단 정답 이스난. 2번 노래를 잘해요? ننتقل إلى رقم 2 2번 노래를 잘해요? 노래를 잘해요? القواعد المذكورة في السؤال 을를 잘해요 잘하다 못하다 يتقن أو لا يتقن وَالْرِلْ أَلْدَى مُرُدَى يعرف ولا يعرف أما الكلمات المذكورة في السؤال نوري أغنية أَلْدَى مُرُدَى يعرف ولا يعرف إِتَّ أُبْتَى يوجد ولا يوجد مُتَّدَى لا يستطيع أو لا يتقن وَتَرَدَى يتقن نقرأ الأمثلة يُرِيرِ الْتَارَيُّ هل تتقن الطبخ؟ نِي تَارَيُّ نعم أتقن أنيو يريري بوتيو لا لا أستطيع أن أطبخ إي تشينغور الأرايو هل تعرف هذا الصديق؟ ني أرايو نعم أعرف أنيو مولايو لا لا أعرف وبالعودة للسؤال دورير تارهيو الإجابة يجب أن تكون بالإجاب والنفي بالإجاب نفس السؤال وبالنفس النفي عكس السؤال إذن الجواب رقم 3 أنيو دورير بوتيو لا لا أستطيع أن أغني لا أتقن الغناء إذن تونغداب رقم 3 3번 오늘 몇 시에 만나요? ننتقل الآن إلى السؤال رقم 3 3번 오늘 몇 시에 만나요? 오늘 몇 시에 만나요? قواعد السؤال 몇 시에 plus فعل 몇 시에 먹어요? 몇 시에 만나요? 몇 시에 공부해요? 다니안 언제? 마타. 또한 플러스 فعل أيضا. 언제 가요? 언제 와요? 3. 누구를? 누구를 플러스 فعل أيضا. 4. 어디서? 아이나. 마칸 حدوث الفعل أو مكان وقوع الفعل. بالنسبة للكلمات 몇 시? أي ساعة. 만나다 يقابل. 학교 مدرسة. 언제? 마타. 누구? 만. 어디서? 아이나. 친구, صديق, 목요일, يوم الجمعة. الأمثلة على هذا السؤال أولاً 누구를 만나요? من تقابل? 동생을 만나요? أقابل أخي الصغير. 어디서 밥을 먹어요? أين تأكل الطعام? 한국 식당에서 밥을 먹어요. أكل الطعام في مطعم كوري. 언제 가요? متى تذهب? 일요일에 가요. يوم الأحد. أذهب يوم الأحد. بالعودة للسؤال 오늘 몇 시에 만나요? إذن يجب أن يظهر في السؤال عفوا في الجواب ساعة إذن الإجابة هي رقم 4 2시에 만나요? نتقابل في الساعة الثانية 정답 4 4번 수업이 어때요? الآن رقم 4 4번 수업이 어때요? 수업이 어때요? كيف المحاضرة؟ سوبي أوتيو؟ القواعد أولاً إيغا أوتيو؟ كيف؟ شيء معين اثنان أودييه غايو؟ أين تذهب؟ أودييه غايو؟ وثلاثة أونجي أونجي بلس فعل متى؟ متى تذهب؟ متى تأكل؟ متى تفعل؟ أما الكلمات سوب محاضرة أوتيو؟ ما رأيك أو كيف؟ تيميسويو؟ ممتع؟ آجو جداً 지금, الآن 읽어요, 읽다, يقرأ وهكيو, مدرسة نقرأ الأمثلة معا 한국어가 어때요? ما رأيك باللغة الكورية? كيف اللغة الكورية? 너무 어려워요, صعبة جدا 2. 어디에 가요? أين تذهب? 학교에 가요, أذهب إلى المدرسة 3. 언제 자요? متى تنام? 지금 자요, أنام الآن هذا بالنسبة إذن للمثال وبالعودة للسؤال سوبي أوتيو كيف المحاضرة؟ يجب أن نشرح كيف هي المحاضرة بصفة إذن عجو شيميسايو ممتعة جدا إذن الجواب رقم 4 تونغداب 4
هذا الاستماع. والآن سننتقل إلى القراءة. إلكي. أولاً سنختار في القراءة الجملة الصحيحة. أولاً المثال. لدينا مثال. نقرأ المثال. 아버지는 의사입니다. 어머니는 은행원입니다. القواعد. 은는 plus اسم plus 입니다. 마살란 아버지는 의사입니다. أما الكلمات المذكورة في المثال 아버지 أبي 어머니 أمي 은행원 موظف بنك وأيسا طبيب جمال عطلة نهاية الأسبوع بومو والدين بيونغون مستشفى أوبا أخ كبير. بالانتقال للأمثلة 토요일에는 영화를 보고 일요일에는 공부할 겁니다. سأدرس يوم السبت عفوا سأشاهد فيلم يوم السبت وسأدرس يوم الأحد. إذن هذا الموضوع بالطبع يتحدث عن الإجازة لأن الإجازة أو عطلة نهاية الأسبوع في كوريا هي يوم السبت ويوم الأحد. شمال. اثنان. 어디가 아프세요? 배가 아파요. أين الألم؟ عندي ألم في معدتي. الموضوع حول الألم إذن 병원. بالعودة للسؤال. السؤال يقول 아버지는 의사입니다. أبي طبيب. 어머니는 은행원입니다. أمي موظفة بنك. إذن الحديث عن الأب والأم من ضمن الخيارات المذكورة في السؤال الشيء المناسب هو بومو والدين إذن تونغداب اثنان. ننتقل الآن إلى رقم 31 سمشيب إلبون. 선생님은 한국 사람입니다. 저는 프랑스 사람입니다. القواعد 은는 한국 사람 أو 아랍 사람입니다. هو أو هذا الشخص هو كوري أو هو عربي للحديث عن الجنسية. أما الكلمات هانغوك كوريا سرام شخص فرانس فرنسا سونسينيم مدرس كاجو عائلة نارا دولة سينجل عيد ميلاد وتشينغو صديق. الأمثلة التي تتعلق بهذا السؤال 저는 이집트에서 왔습니다. أنا من مصر أو جئت من مصر. اثنان 저는 이집트 사람입니다. أنا مصري. 이집트 사람입니다. 아나 미스리온. 3. 언니는 의사입니다. 저는 회사원입니다. 우흐티 알케비라 طبيبه. 아마 아나 저는 회사원입니다. 아나 موظف في الشركه. بالعوده للسؤال 선생님은 한국 사람입니다. 알우스타드 코리. 저는 프랑스 사람입니다. 아나 민 프랑스 아우 아나 프랑시온. 이단 الموضوع هنغوك سرام وفرنس سرام. إذن الموضوع نارا الدولة. إذن تونغداب اثنان نارا. ننتقل الآن إلى رقم 32 من القراءة. سمشيب إيبون. 8월에는 수업이 없습니다. 학교에 가지 않습니다. القواعد المذكورة في هذا السؤال 이가 있다 없다 يوجد ولا يوجد. والقاعدة المهمة هنا هي جي أنت كجي أنت فعل بلس جي أنت لا أذهب لا أفعل. الكلمات المذكورة في هذا السؤال بارول شهر 8 سواب محاضرة أبتا لا يوجد هكيو مدرسة كذا يذهب أنت لا نلتا تاريخ ويوهينغ رحلة يكسوك موعد بانهاك إجازة. أمثلة على هذا السؤال 7월에 일이 없습니다. لا يوجد عمل في شهر 7. 저는 너무 바쁩니다. أنا مشغول جدا. 그래서 여행을 가지 않습니다. لذلك لا أذهب في رحلة لا أسافر. 저는 친구를 만나러 5시에 카페에 갑니다. الموضوع أنني سأذهب لأقابل صديقي في الساعة 5 في مقهى. إذن ياكسوك الموضوع موعد. 지금은 방학입니다. الآن عطلة. 제주도에 놀러 갔습니다. ذهبت للعب أو ذهبت للسفر لأستمتع بوقتي في جزيرة جيجو. إذن الموضوع يوهينغ السفر. 저는 8월 2일 날 시간이 있습니다. عندي وقت في 2 من أغسطس. إذن التاريخ هو الموضوع نالتا. بالعودة للسؤال 8월에는 수업이 없습니다.
لا يوجد دراسة أو محاضرة في شهر ثمانية. 학교에 가지 않습니다. لا نذهب إلى المدرسة. إذن الإجابة الصحيحة هي 2. 방학 إجازة أو عطلة. إذن 정답 2. ننتقل الآن إلى 33. 33번 동생은 눈이 큽니다. 코는 작습니다. القواعد المذكورة في هذا السؤال 이가 크다 أو 작다 كبير أو صغير 은는 크다 작다 كبير أيضا أو صغير ولكن 은는 للمقارنة عندما نقارن بين شيئين الكلمات المذكورة هنا 동생 크다 작다 코 눈 الأمثلة المذكورة في هذا السؤال 오빠는 키가 큽니다 머리는 짧습니다 أخي الكبير طويل ولكن شعره قصير 저는 수영을 좋아합니다 أنا أحب السباحة إذن موضوع هذه الجملة 취미 الهواية 여기서는 커피를 마십니다 هنا نشرب القهوة إذن هذا المكان كافي مثلا إذن 장소 مكان إذن الموضوع هو 장소 بالعودة للسؤال 동생은 눈이 큽니다 أخي عيونه كبيرة أخي الصغير عيونه كبيرة 코는 ولكن أنفه 작습니다 صغير الموضوع بالطبع سيكون الوجه الجول إذن 정답 4 ننتقل الآن إلى 43 و44 أولا 43 43번 저는 한국 사람이지만 영국에서 살고 있습니다 그래서 한국어와 영어를 모두 잘합니다. 지금은 일본어를 배우고 있습니다. الكلمات المذكورة هنا 이지만 اسم plus 이지만 اثنان يعني 이지만 يعني ولكن اثنان 에서 살다 يسكن في أو يعيش في 코 있다 يفعل شيء الآن باستمرار 그래서 لذلك 을를 잘하다 못하다 يتقن ولا يتقن 에 있다 موجود في مكان و 고 싶다 أريد الكلمات المذكورة هنا 한국 كوريا 영국 بريطانيا 그래서 لذلك 한국어 اللغة الكورية 영어 اللغة الإنجليزية 잘하다 يتقن 지금 الآن 일본 اليابان 배우다 يتعلم و 공부하다 يدرس الأمثلة المذكورة على هذا السؤال 저는 아랍 사람이지만 한국어를 잘합니다. أنا عربية ولكنني أتكلم اللغة الكورية جيدا أو أتقن اللغة الكورية. 저는 이집트에서 살고 있습니다. أنا أسكن في مصر. 날씨가 너무 덥습니다. 그래서 아이스 커피를 마시고 싶습니다. الجو حار جدا لذلك أريد أن أشرب قهوة مثلجة. 어머니는 지금 집에 있습니다. 엄미 الآن في البيت. إذن هذا بالنسبة لسؤال 43 بالعودة للسؤال سنختار الجملة الصحيحة الجملة الأولى 저는 일본어를 공부합니다 أدرس اللغة اليابانية 저는 한국어를 잘 못합니다 أنا لا أتقن اللغة الكورية وهذه الإجابة خطأ لأنه كوري أصلا 저는 지금 한국에 있습니다 أنا في كوريا الآن خطأ لأنه الآن في بريطانيا 저는 영어를 배우고 싶습니다 أريد أن أدرس أو أتعلم اللغة الإنجليزية خطأ لأنه قال أنه يتقنها إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 1 저는 일본어를 공부합니다 أنا أدرس اللغة اليابانية 정답 1 ننتقل إلى رقم 44 44번 저는 친구와 비행기로 제주도에 갔습니다 거기에서 배를 타고 아름다운 바다를 봤습니다. 내년에는 가족과 제주도에 가고 싶습니다. بالانتقال إلى قواعد هذا السؤال أولاً 으로 가다 يذهب لي أو 오다 يأتي لي 2. 을를 타다 يركب 3. 고 싶다 يريد أن 4. 와과 함께 مع يفعل شيء مع شخص الكلمات المذكورة في هذا السؤال تشينغو صديق بيهنجي طيارة جيجودو جزيرة جيجو تادا يركب كادا يذهب بادا بحر آرمداون جميل كاجو عائلة أو أسرة بي سفينة
نتعرف على بعض الأمثلة المذكورة في هذا السؤال. أولاً 저는 보통 버스를 학교 버스로 학교에 갑니다. أذهب عادة إلى المدرسة بالباص بالحافلة رو بصرو. اثنان 저는 매일 지하철을 타고 회사에 갑니다. أركب المترو كل يوم وأذهب إلى الشركة. 다음 달 방학입니다. الشهر القادم إجازة أو عطلة. 여행 가고 싶습니다. أريد أن أذهب في إجازة أو أريد أن أسافر. 친구와 함께 부산에 갈 겁니다. سأذهب مع صديقي إلى بوسان. سأذهب مع صديقي إلى بوسان. بالعودة للسؤال سنختار الجملة الصحيحة. 저는 배를 타고 제주도에 갔습니다. ركبت السفينة وذهبت إلى جزيرة جيجو. خطأ لأنه قال أنه ذهب بالطيارة. 저는 가족과 함께 비행기를 탔습니다. ركبت الطيارة مع أسرتي. هذا أيضا خطأ لأنه ذهب مع صديقه. 3. 저는 제주도에서 바다를 구경했습니다. تجولت وشاهدت البحر في جزيرة جيجو. 4. 저는 내년에 친구와 제주도에 가려고 합니다. خطأ. أريد أن أذهب السنة القادمة أو أنوي أن أذهب مع صديقي السنة القادمة. خطأ لأنه قال أنوي أن أذهب مع أسرتي. إذن الإجابة الصحيحة هي 3. 저는 제주도에서 바다를 구경했습니다. 정답 3. ننتقل الآن إلى رقم 4. عفوا رقم 45. رقم 45 45번. 저는 어제 연극을 봤습니다. 그 연극이 재미있어서 어머니께 표 두 장을 사드렸습니다. 어머니는 내일 할머니와 연극을 보러 가실 겁니다. القواعد المذكورة في هذا السؤال. أولاً 이 그 هذا أو ذلك. 2. 이가 재밌다 와 재미없다. ممتع وليس ممتع. 3. 두 장. نستخدم كلمة جانغ للتيكت، أي تذكرة، تذكرة طيارة، تذكرة مسرحية، تذكرة حفلة موسيقية. تو جانغ، سي جانغ. والقاعدة التالية رو كادا، أذهب لأفعل شيء معين. أو ودا مثلا شوبينغ هارو، للتسوق، ذهبت للتسوق. الكلمة التالية كي أو إيجي. كي هي الصيغة الاحترامية من إيغا، مثلا تشينغوغا، ولكن الصيغة الاحترامية سونزينيم كي، والصيغة الاحترامية من هي الصيغة الاحترامية عفوا من ايجي. والكلمة التالية أو الجملة التالية ساجودا، يشتري لي، والصيغة الاحترامية هي ساجريدا. أما الكلمات المذكورة في هذا السؤال بيو تذكرة، هالموني جدة، أوموني أمي، كي لي ولكن صيغة احترامية، يونغك مسرحية، تيميتا ممتع، سادريدا يشتري لي، بودا يشاهد. نقرأ الأمثلة معا. إي يونغهانن تيميسمنيدا، هذا الفيلم ممتع. كريسو تيكيسل توجان ساسمنيدا، لذلك اشتريت تذكرتين توجان. يونغهارل بورو يونغهاغاني قاسمنيدا، ذهبت إلى السينما لي أشاهد أو لمشاهدة فيلم. 내일 어머니 생신입니다. 가단 عيد ميلاد أمي. 어머니께 선물을 사드릴 겁니다. سأشتري هدية لأمي. 어머니께 هدية لأمي. بالعودة إلى السؤال سنختار من هي ما هي الجملة الصحيحة. 어머니는 연극 표를 사셨습니다. اشترت أمي تذاكر للمسرحية. خطأ لأنها لم تشتري، أنا من اشترى. 저는 어머니와 연극을 봤습니다. شاهدت مسرحية مع أمي. خطأ لأنني شاهدت، لم يذكر أنه أنني شاهدتها مع أمي أو مع من. 3. 할머니는 내일 연극을 보실 겁니다. غدا ستشاهد جدتي المسرحية. 4. 어머니는 저에게 연극표를 주셨습니다. أعطتني أمي تذاكر للمسرحية. وهذا خطأ. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3. 할머니는 내일 연극을 보실 겁니다. لأنني أنا اشتريت تذكرة لها ولأمي. إذن بالطبع هي ستشاهدها غدا. إذن تنطب 3. إذن هذا كل شيء بالنسبة لنا اليوم في محاضرتنا. سألخص لكم الآن ماذا درسنا في هذه المحاضرة من الاستماع والمحادثة. أولا في الاستماع
تكي درسنا كيف نختار الإجابة عن السؤال بالإيجاب والنفي، وقلنا أن الإيجاب دائما الجواب والسؤال نفس الشيء، أما النفي فهو عكس السؤال دائما. استخدمنا إييو وأنييو، إيسويو وأوبسويو ومانايو. ثانيا استخدمنا صيغة إتقان مهارة معينة مثل تشارادا، تشالموتادا، ألدا ومورودا، وأيضا استخدمنا أدوات الاستفهام ووضعناها في حسب الجملة، أجبنا عليها حسب الجملة مثل أونجي، أودي، دوغوران، أوتي وبيوشي. أما بالنسبة للقراءة فاستخدمنا في القراءة إلكي، اخترنا موضوع الجملة أو النص من خلال الكلمات المذكورة فيه، وثانيا تعلمنا كيف نقول الجنسية مثل هانجوك سارامينيدا، إيجيبت سارامينيدا، إيجيبت سواسمينيدا، واستخدمنا النفي للفعل مثل جي أنتا، موك جي أنتا، لم أكل أو لا أكل. استخدمنا أيضا بي بلس المواصلات مثل بيهنجروك هدا، بصروك هدا، واستخدمنا أيضا صيغة الاحترام من اشترى والتمييز بينها وبين اشترى لي، سادا وساجدا وسادريدا. أخيرا الكلمات، بالنسبة لكلمات القراءة الرئيسية فلدينا كلمات كثيرة، ولكن سنذكر لكم فقط أهم الكلمات الموجودة هنا. لدينا كلمة مثل بيودا يتعلم، كومبوهدا يدرس، هالموني جدة، أوموني أم، كي الصيغة الاحترامية من لي من إيجي، وبيو تذكرة، آرم داون جميل، بادا بحر، وبيهنجي طيارة، كريسو لذلك. ودرسنا أيضا كلمات مثل بومو والدين، وتشمال عطلة نهاية الأسبوع، أونينغوان موظف البنك، وسينيل عيد ميلاد، وغيرها الكثير طبعا من الكلمات التي لا أستطيع أن أذكرها لقصر الوقت. هذا كل شيء لدينا لمحاضرة اليوم، شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق ومع السلامة.